الموضوع صعب ولكن مش مؤقت. في فقرتنا النهارده هنتكلم ازاي تتعاملي مع نفسك اول ما تبتدي تحسي او تعرفي ان تتاكدي ان انت حامل، وازاي تتعاملي مع البيبي. مش كده يا نوى؟ كده يا ايه، عايزه اقول لك ان انت على حس الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه بقى، ماما تقول لك اعملي ايه وتيتا تقول لك اعملي ايه. في من ضمن الحاجات اللي بتتقال دايما للحامل انها المفروض تبقى موجوده في السرير بتاعها، ما تتحركش، علشان ده امان للبيبي اكتر. لكن في كوريا خلف كل الكلام ده في تمارين بتتعمل هناك، هي معروفة من زمن بعيد، يعني يمكن من سنة أو أول ما اخترعوها كانت سنة 1392. هي اسمها تمارين التاجيو. دي الأم الحامل بتعملها، بتمارس خلال الفترة دي تمارين يوجا، بتسمع الطفل بتاعها موسيقى، بتحكي له قصص، بتقرا له حاجات، وهما بيقولوا ان ده بيساعد، او العلماء اكتشفوا ان ده بيساعد الطفل على تنمية قدراته العقلية والحركية، على عكس ما احنا بنبقى فاكرين ان المفروض نبقى نايمين طول فترة الحمل علشان نحافظ على البيبي. طبعا كل ده هنتكلم فيه وهنعرف اكتر عن الموضوع، وهنعرف ازاي الام اول ما تستقبل خبر انها حامل تعمل ايه، وازاي تتعامل مع الطفل كمان اول ما يتولد. من ضيفة فقرتنا دلوقتي امنية عبد الرازق، لايف كوتش واستشاري اسري واخصائي تعديل سلوك اطفال. ازيك يا امنية؟ اهلا بيك يا امنية. الحمد لله. خلينا نبتدي كده يا امنية، نقول في الاول انا سمعت خبر ان انا خلاص عارفه ان انا حامل. الف مبروك. ايوه مبروك على طول. على طول تمام. اعمل ايه بقى؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي ان اول ما الست بتعرف انها حامل كيانها كله بيتشقلب، بتحس طبعا بسعاده وسرور، تبقى عايزه تطير كده من الفرح. وقد خوف. نعم. وقد خوف. اه طبعا بالظبط. ان هي وخصوصا بقى لما بتكون البنت او الست ديت اول مره بالنسبه لها موضوع الحمل. بالظبط. من الحاجات اللي لازم او النصائح اللي لازم الست تعملها او البنت تعملها، اول حاجه ان هي لازم طبعا هتكون في متابعه مع طبيب. المتابعه الطبيه، المتابعه الطبيه بقى بتشمل بقى ان انا هتابع مع الدكتور، هقيس الضغط باستمرار، التحاليل، الاشعاعات، وهكذا ما الى ذلك. كمان تاني حاجه الغذاء بقى، النمط الصحي. النمط الصحي دايما الدكتور هلاقيه يقول لي لازم ابعد عن اكلات معينه، ولازم ان انا اهتم باكلات معينه. الاكلات مثلا اللي الدكتور بيحبذها اكتر الحاجات اللي فيها فيتامينز، فيتامين بي، بي 6، الاوميجا 3، وهكذا. دايما الدكاتره هيقولوا كمان ان احنا نبعد بقى عن الستات او البنات اللي بتدخن الحاجات اللي فيها كحوليات، المشروبات الغازيه، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، وهكذا. في من ضمن الفيتامينز المهمه جدا وخصوصا في الثلاث شهور الاولى من الحمل هو زيت اوميجا 3. الاوميجا 3 مهم جدا جدا ان هو بيبني المخ بتاع الطفل، وكمان بيساعد على ذكاء الطفل، يعني بيفوق. وده موجود في اكلات ايه؟ يعني ممكن اكل ايه فيها اوميجا 3؟ موجود في المكسرات، موجود في السردين، سمك السردين. يعني يا سلام بقى لو الست حامل بقى تاكل سردين ومكسرات كتير، ده حاجه حلوه قوي وخصوصا في الثلاث شهور الاولى. اول ثلاث شهور او اول ثلاث شهور ده بيبقى بيساعد كمان الطفل ان هو بيبقى عنده قدره عاليه من الذكاء. بما اننا بنتكلم عن المواريث، كلمه انت بتاكلي الاثنين اللي دايما بتسمعيها من مامتك ومن حماتك ومن قرايبك، كلي الاثنين. أيوة ده صح ولا غلط؟ اه طبعا صح، لان يعني هي متعوده انها بتاكل حاجه، وخصوصا بقى في البنات بتاع الايام دي اللي هم انا باكل حاجه بسيطه وما بحبش الاكل ده وكده، بس ده طبعا غلط. يعني انا ممكن اقوم اكل اكل مفيد بس ما اكلش كميات كبيره. اوكي اكل مفيد تمام، ممكن ان انا اكل حاجات بسيطه بس على الفترات. يعني ممكن الدكاتره مثلا ينصحوا ان هاكل مثلا 4 مرات في اليوم او 5 مرات او 6 مرات بس بكميات قليله. بالزبط. بس الاكل اللي انا هاكله هيكون عامل ازاي، هيكون ايه مدى الفايده بتاعته، حاجات فعلا هتفيدني ولا لا، حاجات مثلا فيها كالسيوم، فيتامينز، زي ما قلنا الاوميجا 3، البروتينات الموجوده في طبعا في الاسماك، الفراخ، اللحمه، الحاجات دي كلها. دي طبعا من الحاجات المهمه جدا للبنت الحامل او الست الحامل. ده بالنسبه. بس في نفس الوقت ما تسببش زياده وزن، علشان في ستات اللي هي اوريدي اصلا، هي اوريدي اصلا كده كده ده اوريدي من 10 ل 12 كيلو. انا بس زي ما حضرتك قلتي يا استاذه نوى ان لازم طبعا في تمارين رياضيه بتتعمل بسيطه عشان كمان بتسهل عمليه الولاده، ما بتحسش ان في الم كبير جدا حاصل في اثناء عمليه الحمل.
ده بالنسبه اتكلمنا اول حاجه على الرعايه الطبيه، تاني حاجه على الغذاء النظام الغذائي، واتكلمنا تالت حاجه على التمارين الرياضيه. التمارين. ورابع حاجه كمان بقى لسه نتكلم عن المحاذير، رابع عن التدخين وعن الكحول. الرابع حاجه كمان لازم الست الحامل تاخد بالها منها، حته اللبس. ما ينفعش البس كعب عالي بقى وامشي وتمام، لان ده طبعا بيسبب مشاكل في في الظهر وفي الرجل، وطبعا في منطقه الحوض. طبعا ممكن انها كمان ماشيه بيت الكعب ياثر كمان، ممكن يعمل اجهاض لا قدر الله. كمان اللبس الضيق، اللبس الضيق ده بيعيق البيبي اصلا من الحركه، وده بيخلي الام تحس بالاختناق. فاللبس يكون فضفاض، قطن، حاجات واسعه، حاجات حلوه. لو الام هتمارس رياضه تبتدي تمارسها من الشهر كام؟ لا دي لازم تكون مع متابعه مع مختص رياضي، يعني مش من بعد الشهر الثالث اقدر امارس رياضه باطمئنان مثلا وانا هو طبعا بعد الشهر الثالث ده لازم. تمام. لان دايما الدكاتره ينصحوا ان الثلاث شهور الاولى ديت عشان الجنين يثبت ويبقى الحمل تمام مظبوط ما فيهوش اي مشاكل. لازم يبقى فيه راحه تامه، ما فيش انها تشيل حاجات ثقيله، ما فيش انها تعمل مجهود اوفر زياده، علشان طبعا هي لسه حاجه بتتثبت. بالظبط. كمان لازم تاخد بالها من حته الشعر والجلد والجسم بقى. ازاي بقى نسمع بقى ده انا شعري بيقع، ده انا جلدي مش عارفه ايه، ده طالع لي حبوب وهكذا. طبعا ازاي بنفسي فتره الحمل لازم بقى ان اكون الدكتور اللي انا متابعه معاه، لازم ان انا هيديني كريمات مرطبات، اتابع مع دكتور جلديه. ما استعملش حاجه من نفسي، لازم الدكتور هو اللي يحدد استعمل ايه. فتره الحمل والرضاعه بالذات لازم ان انا اكون متابعه مع حد، ما ينفعش ان انا اخد علاج من نفسي. يعني معنى كده كلامك يا امنيه ان احنا لازم نكون متابعين طول الفتره بتاعه الحمل، حتى في التمارين مش بنعملها لوحدنا، احنا بنعملها تحت اشراف طبي وتحت اشراف حد مختص في الرياضه. لان انا ممكن ما يكونش عندي خبره كافيه، ممكن انا اعمل حاجه تاذيني او تاذي البيبي. طيب لو عايزين بقى ننقل للنقطه الثانيه، احنا خلاص كده ده في فتره الحمل. طيب جينا استقبلنا بقى المولود. في امهات كتير بقى بيبقى انا لسه ام جديده، ما عنديش خبره كافيه، انا هتعامل معاه ازاي؟ هتعامل معاه ازاي؟ بمعنى انا هتعامل معاك ازاي اذا ان انا لازم اكون عارفه احتياجاتك ايه عشان البيها لك. مظبوط كده، لازم اكون عارفه احتياجاتك عشان البيها لك عشان اعرف اتعامل معاكي. طب ايه هي احتياجات البيبي ده؟ احتياجاته حاجه بسيطه خالص، حاجه اسمها الاحتياجات الفسيولوجيه. الاحتياجات الفسيولوجيه من اكله، من رضاعته، من نومه، من نظافته، الحاجات من انا اهتم بيه ودايما اراعيه، هي دي الحاجات اللي لو انا لبيتها للطفل خلاص الدنيا تمام. فلازم اعرف يعني في البنات اللي هم لسه بقى متجوزين ولسه اول مره، طب انا اعرف منين ان البكاء ده بسبب ان هو جعان ولا بسبب ان هو الطفل ما يملكش في حياته الا لغه واحده هي واء 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 واء، حرن هيعيط، جعان هيعيط، متحمل البامبرز هيعيط، في كل الحالات هيعيط. بالظبط. اقدر احدد ازاي هو بيعيط؟ بيعيط ليه؟ يعني انا مثلا عندي طفل في البيت ابن اخويا، ده بنتعامل معاه ازاي؟ طب هو بيعيط ليه؟ ماما مثلا تقول لها لا هو اكيد مثلا عشان جعان. طب انت عرفتي ازاي؟ أيوة ماما عرفتي ازاي؟ بيبقى الجسد طب هو اصل هو لسه صاحي من النوم، وبدل هي هترضعه مثلا وخلاص ما فيش حاجه، يبقى اذا هو كده جعان. طب ولو هي مثلا مرضعاه يبقى هو كده عايز ينام. طب ولو ما نامش يبقى كده في حاجه تعب. ما فيش اشاره ممكن يعملها البيبي احدد منها هو محتاج بتبقى إيه؟ حاجات بسيطه جدا زي يعني ايه بقى؟ الام لازم تكون ممارساها هي بقى مع الطفل. طب خلينا نقول كده، لو عمل يعني لو عمل حركه معينه يبقى دي ترجمتها كذا، لو عمل كذا يبقى دي ترجمتها كذا. برده مش مش هتعرفيها قوي، لان في الست شهور الاولانيه حركات الطفل كلها شبه بعضها، هو مش عارف يميز الحركات. بما اننا بنتكلم على المواريث، انا يعني كانت مامتي تقول لي لو البنت عيطت ورفعت رجليها كانت بتحرك رجليها جامد يبقى عندها مغص. طبعا هو الكلام ده صح ولا غلط؟ لو حطت ايدها بقها مثلا يبقى هو كده عايز ياكل، يبقى هو كده جعان. ده كده تمام ماشي. انما بقى بالنسبه في حركات البيبي بيبقى بيعيط مش عارفين هو جعان ولا عايز، احيانا يعيطوا بعصبيه جديده ولا عنده مشكله، الام مثلا تغير له الحاجات اللي لابسها او الحفاضه، ولا عايز ينام ولا ايه. في حركات معينه ممكن ان احنا نعرف من خلالها. عايزين نوضح بقى الحركات دي. الحركات مثلا زي ما حضرتك قلتي اللي هو مثلا يحط ايده في بقه، ده معناه ان هو جعان. بيبدا ان هو يرفس قوي، ده معنى كده ان في تقلصات او وجع. ده طبعا الام بقى بتذهب للطبيب، يا اما بتستعمل حاجات زي الشمر بقى والحاجات. ايه الحاجات اللي ممكن الام تستعملها لحد ما تذهب للطبيب؟ وفي اعمار قد ايه؟ يعني الشمر، الشمر ده لحد من بعد يعني ما اعتقد ان هو من بعد 3 شهور. من بعد 3 شهور، لكن في الفتره دي ما اقدرش ادي اي اعشاب ضلعيه او اي حاجه. لا لا لا، على طول على الدكتور. استشاره الطبيب الاولي. طبعا يعني. لان انا في خلال الثلاث شهور الاولانيه دول هو الحاجه الوحيده اللي بيعتمد عليها هو اللبن.
لبن الام بس. وطبعا يفضل اللبن الطبيعي مش اللبن الصناعي. طب احنا عايزين نوضح ده لان فعلا معظمهم في ناس كتير دلوقتي ان هم بيخافوا على نفسهم فاللبن صناعي وخلاص وانا ببقى خارجه وببقى اشتغل طبعا. طب هي الاعشاب دي بما اننا كلنا بنعملها على فكره من اول اسبوع بيدوا ينسون وبيدوا كراويه وبشوف ده بعينيا مش كل ده يضر مش بيضر بس الدكاتره مش بتحبس ده لكن هو ما يضرش هم يعني على ما اعتقد ان هو ما يضرش بس في معظم الدكاتره يقول لك لا بلاش يعني بلاش. انا اسمع مثلا معظم اصحابي المتجوزين الدكاتره لا بلاش ان انت تسقي اي حاجه في الثلاث شهور الاولانيه خالص. الثلاث شهور الاولانيه هو اللبن بس. في ناس ثانيه تقول لك لا عادي احنا كنا بنعمل كده زمان مع البيبيهات يعني احنا امهاتنا كان عادي بالنسبه لهم ان هم يدونا الحاجات دي. كانت نوع بتتكلم عن اللبن الصناعي. اللبن الصناعي ممكن اديه من عمر قد ايه؟ هو في اصلا في اطفال من اول ما بيتولدوا بياخدوا اللبن الصناعي بس هو ما يفضلش بيفضل اللبن الطبيعي. اللبن الطبيعي بيعمل رابط معنوي ما بين الام وما بين الطفل. طب لو هضطر ادخل لبن صناعي ادخله من عمر قد ايه؟ اعدي اول 6 شهور؟ اعدي اول سنه؟ طب وليه ادخله وانا عندي الامكانيه؟ مضطره لو مضطره ادخله من امتى؟ لازم اولا لازم اكون عارفه السلبيات اللي هتيجي لي ورا من ورا الحاجه دي. ايه هي بقى السلبيات اللي ممكن تيجي من ورا الرضاعه غير الطبيعي؟ اول حاجه مثلا ان بيبقى في رابط معنوي ما بين الام وما بين الطفل لان خلاص الام بتشيله في منطقه القلب. هو الطفل دايما يعني بيحس بنبضها. أيوة هو حاسس اوريدي من هو لسه وخصوصا بيزيد الدنيا. الاتصال ده اكتر من بعد ايه؟ من بعد عمليه الرضاعه كمان او من بعد عمليه الرضاعه كمان. الرضاعه الطبيعيه هو ربنا سبحانه وتعالى هو يعني بيبقى فيها فيتامينز وفيها عناصر غذائيه بتفيد الطفل بطريقه كبيره طبعاً عن اللبن الصناعي. يعني اللبن الصناعي دايما نسمع ان هو ده بينفخ الاطفال ده بيعمل الاطفال بس مشاكل ووجع في البطن ومش بيديهم نفس الحاجه اللي بيديها لهم اللبن الطبيعي والعناصر الغذائيه زي اللبن الطبيعي. طيب خلينا نتنقل لجزئيه ثانيه ونقول ان الطفل وهو لسه هو ما بيبقاش زي ما احنا قلنا عارف يعبر ازاي عن مشاعره او ايه اللي هو حاسس بيه. فايه ممكن الحاجات اللي اكتر حاجه او المخاوف اللي ممكن يعاني منها الطفل زي الضلمه مثلا نقول ما تسيبش الطفل لوحده في الضلمه. قولي لي بقى لازم الام تكون عارفه حاجه ان الطفل لما بيتولد بيبقى مولود عنده مشاعر مش بيبقى مولود جاف كده او بارد. هو بيبقى مولود الدراسات اثبتت ان هو بيكون مولود من 7 لـ10 مشاعر عنده مش يحس بامه كمان. ده غير ده ده غير ده هو من 7 لـ10 مشاعر منها الفرح منها البكاء منها الصراخ منها الابتسامه كل ده بيبقى حاجه ربانيه ربنا سبحانه وتعالى حاططها جوه الطفل بالفطره هي حاجه فطريه عنده. فالطفل مثلا زي ما قلنا انا لازم اعرف احتياجات الطفل عشان اعرف اتعامل معاه. احنا اتكلمنا اول حاجه الاحتياجات الفسيولوجيه بالظبط. تاني حاجه بيحتاجها الحاجه للامن الحاجه للامن دي لو ما انا ما شبعتهاش للطفل خلاص ازاي اقدر احسسه ان انا دايما اكون معاه. معظم الامهات للاسف بسبب انها بتشتغل بسبب انها بره طول الوقت بتودي الطفل الحضانه او كنا لسه هنتكلم على مشكله الحضانه دي. هل صح ان انا اسيبه يختلط بالعالم الخارجي خصوصا في السنه الاولى دي؟ لازم الطفل يكون مرتبط بامه جدا لان هو بيبقى عاوز ده هو بيبقى محتاج ده ان هو يرتبط. طب ما في هي احساس الامان بالنسبه له زي ما وضحتي بالظبط. هو في بره مثلا في السعوديه الامارات هما بيعملوا ايه؟ هما بيجيبوا الدادة بتقعد مع الطفل. الداتا دي يعني لما عملوا دراسات وابحاث اثبتت ان الداتا ديت بتبقى عارفه كل اسرار الطفل ده اما الام ما بتبقاش عارفه عنه اي حاجه. يعني انت ما تنصحيش الام بعيده جدا تنصحيش بموضوع الحضانه قبل سنه بس يعني ممكن بعد سنه. انا بحب جدا فكره الست اللي بتشتغل ومكافحه وعايزه تعمل كيان طبعا ليها. طيب هتعمل ايه بس لازم تضحي. لو هتضحي سنه من عمرك بس يعني انت شايفه ان اول سنه في حياه البيبي مهم جدا 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 يبقى ملتصق بالام. بصي وغلط ان هو يروح حضانه ولا حتى لما اسيبه مع والدتي اختي مع حد من فرد من افراد العيله ده هيبقى وقت مش وقت هيبقى الشغل. كل اليوم ده هيأثر عليه تأثير سلبي طبعا. ما انا هقول لك دكتور محمد طه في كتابه الاخير اللي قبض عمل فلامينكو قال ايه؟ قال ان الطفل احنا من اول ما بنتولد لحد ما بنموت لينا 3 احتياجات اساسيه. الثلاث احتياجات الاساسيه دي من غيرها بيحصل عندنا كده جوانا فجوات وتشوهات نفسيه. ايه الـ3 حاجات الاساسيه دي؟ اول حاجه احتياج الشوفان. تاني حاجه احتياج ما هقول يعني ايه اول حاجه احتياج لا مش الشوفان اللي بيتاكل لا تاني شوفان الشوفان هو الرؤيه يعني تمام. تاني حاجه احتياج التمجيد والتقديس. تالت حاجه احتياج التوأمه. يعني ايه التوأمه يعني ايه بقى الشوفان؟ ان الطفل اول ما بيتولد بيبقى محتاج ان هو يتشاف. احنا زي ما قلنا الطفل بيتولد بمشاعر
ربنا سبحانه وتعالى حاجه فطريه فيه، بيبقى من ضمن المشاعر دي ان هو عاوز يحس بالاهتمام، عاوز يحس من الناس اللي حواليه ان هم مهتمين بيه وان هو متشاف وان هو متقدر. احنا ممكن نستوعب ان الطفل لسه عمره شهر 2 3 لما حاسس ان احنا مهتمين بيه، او لا بيصرخ ليه؟ بيصرخ، بيبقى محتاج ان مامته تروح له تحضنه. انت مش مهتميه بيا ليه؟ عشان اكل. مش مهتميه، هو عاوز يوصل لي الرساله دي، هو بس أنا هو ما باليد حيله. ما باليد حيله، هو الوسيله بالظبط، هو ما باليد حيله ان هو مش عارف يعمل اي حاجه، فبيضطر ان هو يبكي او يصرخ عشان يثير انتباهك. بنشوف مثلا الاطفال اللي عندهم 3 4 سنين نقول له ما تعملش كذا عشان كذا غلط، فيبتدي يعمله عشان يعمله عشان ليه؟ هو عارف ان ديت بتثير انتباهي اكتر، فهو عاوز يتشاف اكتر واكتر. حتة برضو لما جزئية ان لما الطفل مثلا بيجيب درجة كويسة، الله شوف في الناس مش عارفة ايه، هو بيبقى عاوز ان هو يجيب سكور اعلى عشان يتشاف ويحس بالتقدير. لو ما حسش بالتقدير ده بيخلق عنده تشوهات نفسية. طبعا. من عمر قد ايه حضرتك قلتي؟ من اول ما بيتولد. من اول ما بيتولد. احنا احتياجاتنا الشوفان، الثلاث حاجات اللي انا لسه قايلهم دول، دول اللي ممكن يسببوا تشوهات نفسية عند ابني او بنتي من اول الميلاد لحد ما بنموت. لحد ما احنا انت لو جيت سالتي نفسك كده هتلاقي انا محتاجه اتشاف، انا ليه بعمل كيان لنفسي؟ عشان اتشاف والناس تقدرني والناس تحترمني. بالظبط زي هرم ماسلو. هرم ماسلو الاحتياجات الانسانيه قال لك ان احنا عندنا 5 احتياجات فيسيولوجيه، احتياجات فيسيولوجيه اللي احنا لسه قايلين، احتياجات الامن، احتياجات انتماء، احتياجات تقدير الذات، تحقيق الذات. تقدير الذات دي بقى هي دي بقى اللي بتنشأ منها طيب. كل المشاكل. هاخد منك بقى من نقطة تقدير الذات، وهنتكلم على ان هل العقاب او ان انا شفت الطفل عمل حاجة غلط وهو حتى لسه راضي، فهل صح ان انا ازعق في وشه ولا ده بيضعف من شخصيته، وازاي اقدر احول السلبيات السلبيات بتاعت سلوكيات الطفل لإيجابيات؟ هنجاوب على السؤال ده، بس خلونا نطلع فاصل الأول وبعدين نرجع لكم مرة تانية نكمل بقية فقرتنا. طيب.